والمتفكة شیخ ایمن رضوان صاحب جو ملیشیا سے ہیں قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الله أكبر ما شاء الله أحسنت ما شاء الله ما شاء الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله أكبر ما شاء الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن ربك ما شاء الله ما شاء الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الله أكبر ما شاء الله إن ربك واسع المغفرة الله ما شاء الله أحسنت هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أمهاتكم الله
فلا تزكوا أنفسكم الله فلا تزكوا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب أفرأيت الذي تولى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى الله ما شاء الله أم لم بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة ما شاء الله أحسن جميل 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 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الله ما شاء الله 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 وأن سعيه سوف ثم يجزى الجزاء الأوفى ما شاء الله 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 حياك الله 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 ما شاء الله وأن ليس ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله أكبر لله تكبير لله تكبير ما شاء الله ما شاء الله الله وأن وأنه أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا الله ما شاء الله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى الله
من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. وثمود فما أبقى. الله ما شاء الله. وقوم نوح من قبل ما شاء الله ما شاء الله أحسن جميل 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 جميل. والثمود فما أبقى. الله. وقوم نوح من قبل إنهم تأوى
لله تكبير جناب قاري ايمن رضوان صاحب ما شاء الله ما شاء الله هذا نذير من النذر الأولى الله أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ما شاء الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فاسجدوا لله واعبدوا الله ما شاء الله ما شاء الله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن أحسن جميل جميل ما شاء الله بارك الله في صوتك لا أقسم بهذا البلد وأن تحل هزار هزار شبهة ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في كبد الله يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا الله ما شاء الله أيحسب أن لم يره أحد الله لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لله التكبير لله التكبير جناب قاري ايمن رضوان صاحب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله ما شاء الله فلقد تحمل العقب وَمَا
ما شاء الله احسنت واجملت يا شيخ ما شاء الله الم نجعل فلو قطع من العقب وما أدريك ما العقب فالترق به أو عقام في يوم ذي يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ما شاء الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله ما شاء الله 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 ثم أولئك أصحاب الميمن أولئك أصحاب الميمن ثم أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة صدق الله العظيم اكتو تكبير دي نعره تكبير نعره تكبير نعره تكبير ما شاء الله অবুত পূর্ব একটা তেলাওয়াত আমরা শুনছিলাম অনেক সময় আমরা দমের দিকে লক্ষ্য করি কিন্তু দমই সব কথা শেষ হয় না পড়ার ধারা তার মাধুর্যতা তার শুদ্ধতা তার লেহজা তার আদায়গি তার লব লেহজা সব কিছু লক্ষণীয় হয় সেজন্য আমাদের কারি সাহেবরা সবাই বারবার করে বাহবা দিচ্ছিলেন যে কি অভূতপূর্ব তেলাওয়াত তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন আমরা সব সময় দেখি বিরাট দেখি আর বিরাট লম্বা শ্বাস দেখি তো শ্বাস আর টনের নাম কেরাত না কেরাত শুদ্ধতার নাম কে কতটা নির্যাস ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জীবনভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে অবতীর্ণ করেছিলেন সেইভাবে কে কতটা আদায় করতে পারছে এটা লক্ষণীয় যাই হোক